السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة تمبر بورن. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك، عامل اللايك وخلونا نبدأ. أول شيء شكرا 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 لكم على الدعم الرهيب للسلسلة هذه. في ناس أول الحلقة اللي راحت في ناس عجبتهم، فقلت لازم أسوي حلقة ثانية وثالثة حتى أقفل الديمو. إذا قفل الديمو أول ما تنزل اللعبة بإذن الله راح نكملها بإذن الله. طيب، الحلقة اللي راحت جبنا العيد فعلمتوني المشكلة، فخلونا الحين نسويها. طيب يقول اختر الماب. ما ادري ايش الفرق بصراحة بينهم. طيب عطنا هذا، ما ادري ايش الفرق بصراحة، في اكثر؟ لا ما ادري ايش الفرق بينهم بصراحة. اوكي بدينا. حلو حلو حلو. طيب احنا عارفين الاساسيات بالبداية، عارفين الاساسيات، كان نفس الماب اللي راح. لا يختلف، فايزين في جبال. اوه يكون اصعب والله. ما ادري، في عندك هنا برضو توت صح؟ طيب اول شيء الباب هذا اللي انا سكرت الحلقه اللي راحت وماتوا كل القنادس اللي عندنا. صراحه ما انتبهت في باب هنا، توقعت بس باب واحد، فقلتوا لي فايز سكرت الباب. طيب اول شيء خلونا نبني اول شيء طريق، لان بصراحه ببني اول شيء طريق. بسوي طريق كذا عشان اعرف ان هذا باب. وبمد الطريق مثلا هنا، اوكي؟ يعني ما ادري انا ابني هنا، ما ادري كيف بعدين اتعلم. حلو، حطينا طريق. عندنا هنا التوتوريال، احنا عارفين الفكره. فاول شيء نبني مخزن. اللي ودي احطه بصراحه احطه هنا، اوكي؟ احط المخزن هنا. اوصل له طريق، ممتاز. يا خلونا نحطه هنا ونوصل له طريق كذا. حلو، عشان يكون في بيوت هنا وهنا، ممتاز. ثاني شيء نقطع الأشجار، إن نحتاج خشب، فقطع الأشجار هذه كلها. يا أي واحد أي شجرة تنبتين نقطعها، توقع كافي. حلو، خلونا الحين يشتغلون، ممتاز. نعطيها السرعة القصوى 3، ممتاز. اشتغلوا 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 اشتغلوا، لا حد فيكم يجلس. كم عددهم عندنا؟ 11 حاليا. راح يضبطون الطريق، اوكي، اول شيء، وبعدين يروحون يضبطون هذا، وبعدها يروحون يشتغلون الاشياء الثانيه. حلو. طيب بيكون في طريق برضو هنا. حلو، هذا خلصنا. بيكون في طريق ذا ووتر بامبس. طيب حلو حلو حلو. الووتر كابل 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 للطريق. ووتر بامب هذا هو. هل احطه فوق ولا هنا؟ بخليه في هنا، اوكي. واحط له برضو طريق، لا ابغى الطريق، اوكي كون هنا. حلو. طيب جريف فلاد، طيب جريف فلاد وين مكانها؟ والله ما ادري وين مكانها بصراحة. ف والله وين مكان؟ يب المفروض تكون عند لهذه، انت بتكون عند الماء. خليها هنا، اوكي. خلص هذول، اذا خلص هذول نبني عد بعدها البيوت. حلو حلو، بنشتغل بالسليم، نبغى كل شيء بالتمام بالبداية. اوكي حاليا نايمين هم، اول ما يصحون بيضبطون هذول. خشب هذا كله بيقطعونه، حلو، صحوا بيقطعون الخشب، يضبطون الواتر بومب. الواتر بومب شغالة، ممتاز. والحين يضبطون الطريق اللي هنا، حلو. اوكي خلاص ممتاز. لما الورد تراك، طيب هي المفروض انها هذه. يا هذه حطها هنا ولا حطها قريب عند هذا؟ ابى احطها هنا. طيب خلاص خلصنا هذه، حلو. هذه اللي اسحب الماء. بلانت، كيف ازرع بطاطس؟ يمديني ازرع بطاطس، ابى اخلي المزرعة هنا. وات؟ اوه عطشانين. طيب روحوا اشربوا ماء. طيب بخلي المزرعة هنا او هنا. هنا بيكون البيوت، هنا المزرعة. اوكي، خليه يزرعون هنا. ومن برضو من الشيء هذا اللي ما ادري وش احطه هنا واحد. اوكي. يكون هنا مزرعة. حلو. هذا خلصنا، ممتاز. يا زرعنا.
اوكي خلاص التدور. طيب احنا فاهمين الحين فكره، نجي نحط البيوت، ما راح اخذ كبيره، بحط حاليا كم يا ابغى هذه كلها بيوت. حلو وصل طريق. حلو عندنا 5 بيوت ممتازه، بس يبغون يخلصون هذه قبل، يا يزرعون قبل عشان ما يذبحهم الجوع. المفروض يزرعون قبل، عندنا الماء عندنا كل شيء، فوضعنا بالسليم. الأكل بادي ينقص، عندنا 115 الأكل. هنا الواتر، هنا حلو. ماركت وين؟ نو. طيب يمدينا نزرع هذه، أو نحط هذه عشان نسوي فيها الخشب. بحطها هنا، أنا أدري إني قاعد أبني عشوائي، لكن وش صار؟ يعني ولا بس طيب بس دقيقة حط كذا. اوكي حلو، لا تزرعون بسرعة لأن الأكل بادي ينقص عندنا. الماء تمام يزيد 23 يزيد، حلو، بس الأكل لا لسه بادي ينقص. يعني بدايتنا كذا مرة مرة سليمة، مرة سليمة. الخلصونة هذه، جمعوا الخشب، كل شيء يحتاج خشب، كل شيء يحتاج خشب. كابر بلانت ودن واحد اوكي. ابغى كارمن هاوس اوكي. قلت المفروض بريته قبل، خليني احطه هنا. هل لازم نحتاجه؟ يا حطه بجنبه. ما ادري لكن بحطه بجنبه، ان الاكل بادي ينقص عندنا. طلعهم طريق هنا، حلو. انت نجيب طريق من هنا اوكي، بس عشان شكل ان هذا بيكون مركز المدينه. حلو خلوا يضبطون الاشياء هذه، ما راح اعطيهم اي اوامر ثانيه حتى يخلصون الاشياء اللي هنا. الخشب بعدين ياخذون، ممتاز. اوكي بدا يزود الاكل عندنا، اوكي مع اني اشوفه ينقص ويزود ما ادري شلون. ياخذون هذا اكل التوت اللي هنا. اوكي حلو حلو حلو، يعني ما احتاج المزرعة حاليا، بس اوكي بزرع مو مشكلة بحطها، لان عندنا هذا يعتبر اكل. ايه كيف خليت تكثروا؟ خلاص كثر صار 12. اوكي في احد ما عنده بيت؟ في احد برا؟ يا في كم واحد، لكن في بيت انا راح يخلص. حلو يعني ان شاء الله الليله هذه ما في اي واحد برا، كلهم بيكونوا داخل. يا تخيل يبنون هذه قبل وبعدين يبنون هنا. هذا لسه ما فتح. وترويع اوكي، هذه تزيد مدخول الماء عندنا. اوكي خلاص اوكي، هذه يمكن نزرع نسويها، بس حاليا لا ما راح اعطيها شغل، ابغى يخلصون هذا. حلو خلصوه، في احد يشتغل فيه؟ يطلعك المنطقة اللي المنطقة اللي اتوقع يعني اللي متكفل فيها او اللي يزرعها اتوقع. اوه ماي جاد، نظفوا الخشب كله. اوكي جا الليل، هلا بشوف في احد يقعد او ينام برا ولا. هذا اتوقع انه خلص الخشب علشان كذا ما حد يشتغل. ياه طيب المنطقة دي كلها قطعوها. اوكي كل المنطقة دي قطعوها. في عندنا هنا خشب لكن ما راح استخدمه حاليا. اوكي ايش صار؟ في احد برا؟ اوكي حلو ما في احد برا، كله عنده بيوت، ممتاز. يعني 5 بيوت كافي حاليا، بس اذا زادوا معناته المفروض نزود بيوت، بس حاليا لا 5 بيوت كافية. هذا بدا يزرعون، ممتاز ممتاز ممتاز. هذا لسه ما فتح، اتوقع اللعبة فيها سيرش يعني، ما هم اشك انها لسه ديمو. اوكي كل شيء هنا حطيناه،
هذا لسه ووتر بوم ما نحتاج حاليا لان ما عندنا بادي زيد فوضعنا تمام. ايش هذه؟ كم فاير بليس طيب وش الفايدة؟ ما ادري بحط وحدة هنا وبشوف. حطها هنا. هذا مقفل وهذا مقفل. طيب هل اللعبة فيها سيرش؟ اوه ما ادري ما اتوقع. بس خلي اشتغل على هذا بشوف ايش فايدته. حلو حلو حلو. المزرعة بدأت تسوي. هذا شغال يا في شخص واحد هذا في شخص واحد. يمديني ازود ولكن حاليا شخص واحد اتوقع كافي. اوه في واحد برا نايم. طيب معناته نحتاج بيوت زيادة. احط طريق كذا. اوكي. عطني هاوس. واحد. اوكي ما يمدي لواحد. ليش؟ لان الارضية هذه ما يمديني ازرع فيها. او ابني فيها لان فيها موارد. حاليا واحد كافي يلا ليش لا؟ حلو اكل لكن الحين بدا يقل الاكل. كيف ازود الاكل؟ عايز ازرع. طيب خلونا نحط المزرعة هذه كلها بتكون هنا. اوكي. وهذه برضو بيكون هنا. اوكي. خلينا نحط برضو كذا. حلو. ابغى اللي يشتغلون على الزرع. يمديني ازودهم. يمديني احط اثنين. يلا. حلو. هاي بس يجون يجلسون فيها بس كم فاير يعني. اوكي. بس حلوة شكلها. مرة حلوة. مرة حلوة. من جد مرة حلوة. يا اخي المدينة كذا مرة خرافية. اشتغل بسرعة. ما في شيء تسوي الحين، صح؟ بس انتظروا تكاثرون. ما ادري كيف بصراحة اكثرهم، لكن انتظروا. هذا 100% الملي اللي فيه. هل احط يعني ثاني؟ المفروض احط ثاني صح؟ خليني احط اثنين. هذا ما يحتاج، ما يحتاج واحد، بس هذا اثنين عشان يسحب ما اكثر. طيب ودي ابني لا مو هذه. وين؟ الله هذه بومب ويل. ودي اشوف كيف تشتغل بس. تجي كذا هي. اوكي معناته احط هنا او هنا. احطها هنا نبي نشوف شلون تشتغل بس فكرتها. تسحب الماء بس عاد كيف يمكن توزع على اوكي الاكل بدا ينقص النباتات يمكن. طيب خلني اقول لهم يقطعون الاشجار هذه عشان يمديوا يوصلون للمنطقة هذه ياخذون الاكل اللي هنا. قطعوا الاشجار هذه كلها. ممتاز قطعوها. حلو 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 خلي يقطعونها. هذي بدي يسوونها. ممتاز. اوكي صار فل. احتاج اكثر. احط اربع كافي. وصار فائض في يصير اكثر احسن من يصير ناقص عندنا. شيء ممتاز. يعني الجلسة هذي يبي لها صورة تكون للمقطع زي كذا. اوه ماي جاد مرة رهيبة. نصورها. حلو. طيب ابدأ. طيب في شيء ثاني ما بيننا؟ هذه لسه ما خلصت. طيب كيف بخلي هذه وين مكانها صراحة؟ هنا؟ حطها هنا شوف ايش فايدته برضو.
قول حق شو اسمه حق ابحاث بشكل عام، اتوقع لانه نفس اللي مكتوب يجيب نقاط وكذا، اتوقع انه حق ابحاث، فخلونا نتعلم هنا. اوه دي اشتغلت، دقيقة لازم 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 نشوف التفاصيل، لازم انزل. بس كانك بنية خطأ، انا ما ادري ايش فايدتها اصلا عشان انا بانيها صح او خطأ. اوكي هل المفروض احطها يعني هنا؟ لان هذا لسه ما طلع، يعني المفروض لكن كيف يعني اخليه يمشي الطريق، والله ما ادري. طيب هي وين مكانها؟ كانت هنا. طيب لو اسوي كذا، اوكي كذا يدخل صح، حلو نوصل. هل يمدي يوصل المزرعة؟ هذا بكسر، هذا بشيله. يس انا قاعد اجرب، راح يقول فايز خطأ عليك، قاعد اجرب. انا ما ادري ليه انا قاعد اجرب صح او خطأ. كده صح، اوكي. هل معناته الحين نسحب ماء من هنا ولا ايش بيصير؟ نبي نشوف وش يصير. حلو توقعت هذا زي يعني الماسورة يصير فيه ماء، لكن توقعي مرة خطأ. هذا يجي هنا صح؟ اللي انا سويته خطأ، الطريقة اللي انا سويتها كلها خطأ. كسر كسر كسر، هذا كله خطأ. يس في اختصار، يس كسر. بدأ الأكل خلاص. هذه برضو كسرها. طيب الأكل بدأ يخلص، بس حلو بدأ يحصدون البطاطس، ممتاز ممتاز. يعني ما يحتاج ماء، توقعت يحتاج ماء. طيب معناته المنطقة دي بتكون كلها بطاطس. حلو ذرة تأخر واضح، يعني يبي لك كبر المزرعة. سوي المزرعة بسرعة بسرعة قبل تموتون، عندنا 16 قندس. هذا خلص، هذا خلص، بس كيف نسوي بحث فيه؟ الله الله أعلم. هل فتحنا شيء؟ لا. هذا ماني فاهم، اللي فاهم الطريقة حقت هذه يا ريت تكتب لي تحت، لأن يعني بصراحة ماني فاهمة. حقت ماء، بس الماء ما نحتاج حاليا، عندنا ماء فائض، لكن شيء ثاني فايت الله أعلم. طيب إيش فايت تدور؟ بشوف هذا فتح حق الأبحاث بس ما استفدنا منه شيء. كيف أسوي بحث طيب؟ ريسيرش 27، كيف ريسيرش 27؟ هذا الريسيرش صح؟ سويناه. طيب 27 فوق، كيف أحدد الريسيرش الموجود؟ اوكي هذا نايف. ما عنده بيت. طيب في بعضهم ما عندهم بيوت، معناته نحتاج أكل. بدأ خلص، ما عندنا أكل. اوه شت. الأكل مرة مشكلة. خيال. طيب في اكل هنا اخذتوه؟ لا. ليش ما تاخذون الاكل اللي هنا؟ بديكم تطلعون تاخذون الاكل هنا. هل لازم اوصل له طريق؟ خلنا نشوف. عطني. هذا في سلم هنا، هل يمديني احط طريق هنا؟ هنا ما يمديني احط.
اوكي، في اكل هنا، حاول تجمعونه. شوف، هل يجون هنا ياخذون الاكل ولا لا؟ في زحمة اكل، المنطقة هذه كلها اكل. المفروض يمديكم تجون تاخذونه. احد يموت بليز، لا احد يموت. هل يمديني ازود اللي يشتغلون؟ طب ثاني يمديني ازود؟ لا بحط اثنين ثلاثة هنا. يا شوف، بدأ يحصدون. حلو حلو، بس ما ادري وين يروح الاكل. غير حطينا جرانف، حطينا بحط ثاني من هذا هنا. جيل حطينا هنا. فارمينج هاوس حطينا. أرفس، أوكي. يا بدأوا يبنون هنا. شوفوا، لما تبنون في أكل هنا عندك. يا حلو، بدأ ياخذون الأكل. ربيتكم ما في أكل إلا كذا بالطريقة هذه. 74، 30، مرة يتأخر. 96، أوكي. الذرة 97، باقي شو تنضج الذرة؟ 98، اوكي 100. حلو حلو، في ذرة ديكو تاكلونها. احد يموت؟ اي واحد مات. كنا 16، الحين صرنا 15. في واحد مات. هل اخذوا الاكل هنا؟ يا اخذوا. طيب باقي في اكل هنا، موتكم تاخذونه؟ في اكل هنا اخذوه. في برضو اكل هنا. طيب يا شباب، بني الحلقة هنا. إذا عندكم مقترحات اكتبوها لي تحت، وإذا عجبتكم الحلقة هذه لا تنسون اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.